جمال بالماضي، هل ينفذ طلب الصحفي الموريتاني؟ قبل مواجهة الجزائر وموريتانيا، سأل صحفي موريتاني مدرب الخضر جمال بالماضي وقال له: خرجتم من البطولة السابقة من الدور الأول دون تحقيق أي فوز، وهو ما قد يتكرر الآن، لأنكم فشلتم حتى الآن في تحقيق أي فوز. هل ستعتذر وقتها للشعب الجزائري وتستقيل إذا فشلت مجدداً؟ سؤال الصحفي الموريتاني كان صادم لجمال بالماضي اللي اكتفى برد: إن شاء الله بكرة هنفوز. نبوءة الصحفي الموريتاني اتحققت، ونجح المرابطون في تحقيق فوز تاريخي على منتخب الجزائر وتأهل لدور الـ 16 على حساب الخضر. جمال بالماضي كان صرح في يناير 2020 إنه وضع هدف للاعبي الجزائر بالفوز بكأس العالم في قطر، وده بعد أشهر من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية في مصر 2019. بس بعدها فشل جمال بالماضي في التأهل لكأس العالم، وفشل في تجاوز دور المجموعات بكأس الأمم في الكاميرون. بعد التراجع الكبير للجزائر ده، الاتحاد الجزائري وقتها جدد التعاقد بالماضي حتى مونديال 2026. تفتكر المرة دي بقى جمال بالماضي هينفذ طلب الصحفي الموريتاني ويعتذر للشعب الجزائري ويقدم استقالته؟